القاهرة تقدم النيل مسؤوليتنا، دفتر أحوال نهر النيل. من زمان كان المصري واعي نهره، كان عارف إن هو شريان الحياة، علشان كده كان عارف إزاي يتعامل معاه. المصري اللي هو جد وجدك قدم للدنيا أول حضارة في الوجود، قامت على ضفتي النهر الخالد نهر النيل. إحنا كمان هنكون زيهم، نحافظ على نيلنا ونصنع معاه مجدنا، وهنعلم ولادنا ازاي يحافظوا على النيل ويعيشوا في خيره. مصر مش بس هبة النيل، مصر هي أرض الخير. دكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري. صرح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن اجتماعات المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه التي عقدت بالعاصمة الهولندية أمستردام قد أثمرت العديد من التوصيات المهمة التي ستعود على مصر بالفائدة في مجال المياه وتنمية الأراضي الجديدة وإدارة مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية. أوضح مغازي أن الاجتماعات أسفرت عن موافقة المجلس الاستشاري على إيفاد خبير استشاري في الأبار الجوفية للمساعدة في تنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان، وخبير استشاري في الإدارة المتكاملة للسواحل الشمالية للاستفادة من خبراته في مجال حماية الشواطئ، وأيضا إيفاد خبير في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي. علشان نحافظ على نهر النيل لازم يكون في إجراءات ومشروعات وأفكار تقلل الحمل عليه، حمل مسؤوليات النهر عن حياتنا وحمل تلويثنا له. كل شبر من أرض مصر محتاج لنقطة المية اللي جاية من النيل، لكن ممكن بالتكنولوجيا الحديثة نستخدم مثلا مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات الخشبية، وده مشروع قائم بالفعل وحيوفر 4 مليارات متر مكعب مية خلال السنوات اللي جاية. وفي الساحل الشمالي بدأت مصر زراعة محاصيل ما بتحتاجش كميات كبيرة من المية زي الزيتون، وده حيساعد في تنمية المجتمعات البشرية في المناطق دي بالاعتماد على مياه الأمطار. وبالتكنولوجيا الحديثة تم معالجة 90% من مياه الصناعة اللي كانت بتلقى في النيل، وده قلل حمل التلوث اللي ما كانش في حساباتنا لسنين طويلة، ويبقى كده قللنا الحمل عن النيل. ويتجدد اللقاء مع دفتر أحوال نهر النيل مع تحيات مروة خير الله وأيمن فتيحة.